كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم. دع تفاصيل ما جرى فبياني، دع تفاصيل ما جرى فبياني، بعض ما كان نفثة المصدور. ما سمعنا من قبل بنت نبي أوذيت كالبتول بعد النذير. عصرت اسقطت وضيعت ذماما، غصبت كذبت بأفوري. جحدوا آية الطهارة فيها بعد علم كجحدهم للغدير. دخلوا الدار أضرموا النار، قادوا حيدرا بالنجد قود البعير، وأرادوا قتل الوصي. وأرادوا قتل الوصي فأضحى قلبها مثل طائر مذعور. وعراها الذهول عما عراها من سقوط وضلعها المكسور. فعدت خلفهم تقول دعوا، وهي ثكلى تدعو بدمع غزير. إن قلبي وإن تحمل، لكن ليس قلبي عن حيدر بصبوري. فدعوه وانشروا الشعر ادعو، فدعوه وانشروا الشعر ادعو بعد كشف القناع بالتدمير. ثم امد قبر النبي لتشكو قومه، وهي نبذة المصدور. يا حبيب الإله، يا حبيب الإله، قومك أبدوا مذ فقدناك مغمرات الصدور. الوديعة الوديعة يا محمد ضيعوها، الوديعة يا محمد ضيعوها، وكاس المر بعدك جرعوها، وحتى من البكا عليك منعوها. اش ذنبها نوحة تنمنع منه؟ طاغي من عقب عينك منعها، ارثها وبالسياط اكسر ضلعها، وبجنين الحشا المحسن فجعها، وهاشم ما اخذت للثار منه. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يوم اشتدت على رسول الله علته، فقال: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي. النبي صلى الله عليه وآله ألقى العبارة وأغمي عليه. نعم،
النبي صلى الله عليه وآله كلماته وحركاته وسكونه كله مبني على حكمة. ايش معنى النبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم كلمات خفيفات يغمى عليه حتى يظهر ذو النفاق نفاقه ويعلم بصدق المخلصين؟ هاي 14 يوم النبي صلى الله عليه وآله في كل حركة من حركاته حال ينقلب إلى حال آخر يكشف فيه عن جواهر الرجال عن القلوب. وفي ذلك الموقف تميز الخبيث من الطيب وعرف الناس أهل الحق وأهل الضلالة. النفاق مطوي على الصدور، ولكن النبي في آخر الحياة لا بد أن يفصل بين ذا وذاك ويميز بين أهل الحق والباطل. والذين انطوت صدورهم على النفاق يظهر نفاقهم، مع أنهم في الحال نفسه كفروا. تقول راجع البخاري، تقول أم المؤمنين عائشة: وتشاجروا في حضرة الرسول. ولا ينبغي التشاجر، فقولها لا ينبغي التشاجر من نواحي، ومن ناحية واحدة ضرر على الإنسان في دينه وضرر عليه في دياره، لأن اختلاف الكلمة وهن وخذلان في الصف كله. ومن حين اختلفت كلمة المسلمين في الموقف العام الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى تطبيق ذاك الحكم الأخير تنصيب علي بن أبي طالب، من غدير خم من ذاك اليوم دخل الوهن على المسلمين، لأن الكلمة تفرقت ومالوا عن الحق وأصبحوا طرائق قددا، فطمع العدو فيهم. رقى النبي صلى الله عليه وآله وأجلس علي دونه بمرقات، فبيضت وجوه واسودت وجوه، فقال قائل منهم: انظروا إلى عينيه كيف تدوران في أم راسه. قال الثاني: انظروا كيف يرفع خساسة ابن عمه. إذا هاي الأمة تحكي بنبيها، هذا النبي الذي جلب لها العز، الذي خلاها مسيطرة على الأمم، وكانت العرب من قبل قد وضعت عليها أمتان أيديهما، يعني الروم والأكاسرة. فلما جاء نبي الرحمة بعشر هالسنين ترك الأمم تحت سيادة العرب، وترك العربي نعاله يطابه أخمص أكبر رجل بالعالم، ولا زالت تلك الفرج مسدودة التي يتخلل منها الخطر على المسلمين. ولكن لما تركوا للشر فرجه دخل الشر عليهم. ما يريدون رئيس أكبر من رسول الله، رئيس ما يريدونه. وهي قاعدة بالعرب، العرب ما يخضعون عشرة تنضم كلمتهم إلى نفر واحد، ما يصير. فلهذا مولانا متبعثرين: انظروا إلى عينيه، هذا منطق؟ ينطقون إلى رجل جاءكم أنتم فقراء وسواكم أغنياء، أذلة سواكم أعزاء، دانت لكم الملوك، هبطت تيجانها. ثاني قال: انظروا كيف يرفع خساسة ابن عمه. ثالث قال: لو شاء أن يصيره نبي لفعل. الرابع قال: دعونا من هذا،
إذا مات محمد ما رأيتم من هذا شيء. خلي قضية الدين وحد، بس الإنسان ما يريد يعيش عزيز. ثم موقف الذي به 120,000 أتراه يخلو من مرأصد؟ يخلو يعني من جواسيس؟ ما انفضت قضية يوم الغدير وإذا الأمم الأجنبية طمعت من زمان، عرفوا المسلمون، عرفوا أن المسلمين تشتت كلمتهم، رئيسهم الآن نبذوه والرئيس الثاني رفضوه. وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، استقام هاي المدة القليلة ومرض، ومدة مرض النبي صلى الله عليه وآله 14 يوم، لكن قبل أن يمرض رسول الله حالا ما كانت لهمة إلا تجهيز الجيش. ليش يجهز الجيش؟ لأن من زمان الأمة الأجنبية تحركت، مش الجيش زاحف من اختلافهم، هذا أول الوهم. فلما وصل نبي الرحمة صلى الله عليه وآله إلى المدينة قال نفذوا جيش أسامة، ترى نفس الروم الذي غزوكم ذاك الوقت الذي حاربهم جعفر بن أبي طالب، وقتل جعفر وقتل زيد وقتل عبد الله بن رواحة، نفس الجيش هو جاي، سدينا بابه، قطعنا مطامعهم، قمعناهم، كسرنا شوكتهم، لكن انتوا الآن قوتوا شوكة العدو. نفذوا جيش أسامة وخلى بالجيش وجوه المهاجرين والأنصار، يلا مشوا برا. وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، امشوا ترى جيش جرار جاي، إذا تحتحون للباب ترى يدش الخطر على بلادكم. ولعن الله من تخلف عن نصرة صف إذا كان في الصف فرجة دخل الخطر على البلاد. أراقوا الدماء، استباحوا الأموال، ساقوا النساء والذراري. إذا رجل الآن ما يريد يحامي عن ديره، العدو حايط بيها أو جاي يريد يهجم عليها، ملعون لو ملعون؟ نفذوا جيش أسامة. بالله يا أسامة كن أنت أمير الجيش لتأخذ ثارك، ترى الجماعة القتلة وأبوك ذولة، يلا فوق عند أبناء فوق الشامات كلش قبل لا يوصل الخطر عند الحدود هناك. جهز الجيش النبي على المنبر، حث على المنبر حث صلى الله عليه وآله، جف نفذوا جيش أسامة يوم يومين ثلاثة، باليوم الرابع النبي مريض، مرض النبي صلى الله عليه وآله مرض يوم يومين، الخميس والجمعة والسبت مولانا إلى يوم الأربعاء، إلى أسبوع الجاي الأربعاء. وإذا واحد من الذين حثهم رسول الله على التنفيذ قد رجع، رجع ويا بعد كم نفر رجعوا. إجمالا خليها محلها، حط بيدك هذه، رجعوا. النبي صلى الله عليه وآله كما قال ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وآله جاه بلال قال له الصلاة يرحمك الله، خرج النبي صلى الله عليه وآله صلى، وبعد الصلاة رجع وهو معصوب الرأس يتكي على القوس، بعد النبي مو هالقد المرض خاضعا. فلما رجع رسول الله قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله تفضل علي وكن في منزلي، خلي اليوم بيتي إن شاء الله. إجا النبي صلى الله عليه وآله بمنزلها، لما إجا بمنزلها هنا أحسن لمو أحسن كون الآن ببيتها طرش لبوها، فبعث إليه في بيت ابنته قال ألم أمرك بتنفيذ الجيش؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن جئت لأجدد بك عهدا. بل جيبوا صاحب الثاني، تعال ألم أمرك بتنفيذ الجيش؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن كرهت أن أسأل عنك الركبان. نفذوا جيش أسامة، راحوا
راحوا مولانا؟ لا رجعوا. هنا عاد الحديث. يوم الخميس وما يوم الخميس؟ يوم اشتدت على رسول الله علته. اشتدت على رسول الله العلة. دول بعد الان ماكو واحد يعاتبهم، اجوك الى المدينة قعدوا بعد لا خجل ولا مراد. الجماعة بالمسجد، هاي الجماعة وهذا المسجد وهاي الحجر، حجر النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قال آتوني بدوات، كما قال ابن عباس. وعندما يروي الحديث ابن عباس يبكي ويعلو صوته ويقول المصيبة كل المصيبة ما حال بين الرسول وبين الكتف. فلو أنهم تلقوا أوامر الرسول واملى عليهم رسول الله لما اختلف اثنان ولما تفرقت امة محمد واصبحت اليوم طوائف واحزاب. لكن لعن الله المعادي للعرب وللمسلمين. فكان بعض الحاضرين اراد الامتثال، يقول البخاري، فعارضه رجل نعرفه قال اجلس، عبارة البخاري، اجلس فإن نبيكم قد غلب عليه الوجع. بعد لطفت العبارة يا بخاري، لو ما لطفت كل واحد غلب عليه الوجع، لو عقل ما عنده، لو يخربط، لو يهجر، كل واحد زين. النبي عد ما قال هالكلمة اغمي عليه. ليش اغمي عليه؟ حتى تصير حرية مطلقة عند الحاضرين، وكل فرد يبدي بما في سريرته. كل حكم النبي يقول ابن عباس، والنبي في ذلك الحال مغمور. المغمور ايش؟ المغمور عندنا وعربية المغمور الذي قاعد ومغمره ماي، يعني مستر الماي، يعني رسول الله قد غمره المرض، ورسول الله قد انغمس في رحمة الله مغمرة الرحمة. شلون قل لي طالبني عليها؟ قال جبرائيل، يا رسول الله ما أكرم الله خلقا كما أكرمك، ولكن يحب أن يسمع صوتك. يعني هالألم الذي بيك الله يحب أن يسمع صوتك وحمدك وشكرك، فلا حمد ولا شكر يضاهي حمدك وشكرك يا محمد. تصور مغمور له، لا بوصف الرحمة وبوصف المرض وبوصف القوة. هاي مغمور، جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله، وإسرافيل بين يده، وأربعة آلاف من الملائكة. صور لرسول الله المرض شلون. النبي قاعد بالحجرة، قاعدة النبي سواء كان مريضا أو غير مريض، اي حجرة من الحجر يقعد بيها من اللوازم حريمة كلهم هناك حريم. النبي اخوة قاعدة مو مثلي ومثلك، بما ان النبي صلى الله عليه وآله بحال الصحة بحال الاستقامة، فالنبي صلى الله عليه وآله يجلس نسوان وياه، فهو هل قد ينام؟ شنو ينام ساعة لو ما ينام ساعة؟ لا تقول لي هي رواية آية، يا ايها المزمل اقم الليل فريضة، أقم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن. وشي 21 ساعة يخدم الأمة، ثلاث ساعات يجي إلى الحجرة إلى الزوجة، والبقية لا شيخي، البقية على أطراف أقدامه على أطراف أصابعه. فعلى كل الزوجات داير دوار النبي عنده بالحجرة. المسجد به الجماعة. إذا النبي صلى الله عليه وآله مغمى عليه تتجافى، النسوان تباعد شوية كتر يعني بالحجرة، لكن يتوخرن عنه. ولا يدنو من رسول الله دان قط، فإن دنا أحد لرسول الله بغير أمر أو إشارة صدرت من رسول الله كبسه جبرائيل بالعذاب. يمي خلاص ملعبه. لو كان النبي الآن
خلاها الله بدون القوات، كان حزب منافق موجود، والما يقيم لرسول الله وزن موجود، يسوون خرباط، يسوون كل شيء، يحجرون على رسول الله. لا شيخي، القضية محفوفة، محفوفة بالقوة، مو هالقد يحترمون. لكن يحترم روحه، إذا ما يحترم روحه جبرائيل يقطفه بره. فالنبي الرحمة صلى الله عليه وآله إذا أغمي عليهنا مولانا لازم تصدر إشارة من أحد الزوجات، هنا تصير عندهم روجة. إذا صارت الروجة شو يصير؟ يصير أنت تعرف صاحبك، ها، تعرف ربعنا اللي عشنا وياهم، ترى المنافق، ترى هذا زنديق، ترى هذا مؤمن، اجلس، فإن نبيكم قد غلب عليه الوجع. أفاق النبي، عندما أفاق النساء الأجانب مملوءات بهن الحجر، فقلنا تحسن لكم يا معشر الرجال وترحى، لا أسعد الله منكم الحظوظ، ألا تنتهوا لأمر نبيكم ترشدوا؟ فقام صاحب الكلمة يهجر، قال اسكتنا يا صويحبات يوسف، إذا مرض عصرتن أعينكن عليه، وإذا صح جرعتموه الغصص. أفاق النبي، قال كفوا فإنهن خير منكم، نأتي لك بدوات وبياض؟ قال أبعد الذي قلتم فلا. عرفنا الحزب وعرفنا الناطق، هنا نفس المكان، نفس المكان، ترى هنا محاورة، هنا حرب بين الحق والباطل. أكو أوادم من الرجال ومن النسوان يناصرون الباطل، وأكو رجال وأكو نساء يناصرون الحق. حتى تعرف أهل الحق قبل لا يطلع النبي بهالموقف، ترى محكمة هات تشتغل، محكمة تشتغل 14 يوم. تقدم عمار بن ياسر، عمار بن ياسر ما كان يلقي الكلمة على رسول الله، لكن له شغل بها. الحيلولة التي صدرت منهم لرسول الله، بين رسول الله وبين الكد، ترى بقلوب المؤمنين. فتقدم عمار، يعني تحرك، أشر ليجي، شو عندك؟ يعني لازم يتأدى، أشر للنبي. إجا قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذا كان ذلك منك من يغسلك؟ يريد القضية مصورها، لأن الجماعة يدرون الدواء والكتف، يريد يكتب النبي شنهو، يعني القائم بالأمر بعد علي بن أبي طالب وبعد الحسن والحسين والسلسلة المعصومين، ما يحتاج تولكم انقلابات ولا خرابيط، تتفق كلمتكم وتتحد صفوفكم وتصيرون كصف، تصيرون كبناء مرصوص. لا، ما يريدونه. قال له يا عمار، ذاك ابن عمي علي. فترة شوية الألخ اللي ما قامت تفتر، سمعونها العالم، بآبائنا وأمهاتنا نفديك يا رسول الله، من الذي يكفنك ويصلي عليك؟ قال ما يا عمار، كأنك تريد تفصيل نفصل. شوف شلون يدعم الحق، هذا يناصر، اكو اوادم تهدم، اوادم تبني. يا جماعة تعرفون ربعكم الان لو لا تعرفون الذي مايل للحق من هون مايل للباطل، من هنا لا يموت النبي حتى تحربون، تعرفون حزب المنافق وحزب المؤمن. ما يا عمار، ابا الحسن؟ اجابه بالتلبية، اجى يتخطى رقاب الناس، قال له يا ابا الحسن انظر، اذا انا مت فغسلني ونقي غسلي، رغم على معاطسكم خلي تشوفون الوصي منه والقائم بالامر منه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وكفني في طمري هذين او في قباطي مصر او في برد يماني، ولا تغالي في كفني، وضعني على شتيل قبري
فأول من يصلي علي الجبار، ثم جبرائيل ميكائيل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، ثم الحافون بالعرش، ثم سكان أهل سماء بعد سماء، ثم الأقرب فالأقرب من أهل بيتي يومون إيماء ويسلمون تسليما. ولا تؤذوني بصوت مرنة ولا نائحة، بلال علي بالناس. خرج سلام الله عليه العبارة، قالت أم المؤمنين عائشة: خرج معتمدا على الفضل ورجل آخر. وكانت رجلاه لا تصل إلى الأرض، يعني شايلينها. شوفوا شلون يخدم الأمة، يريد يموت، يريد يفارق أهل الدنيا وهو يخدم العالم. رجلاه قد ارتفعتا عن الأرض، يعني شايلينه، جابوه خلوه على المنبر. أيها الناس، أي نبي كنت لكم؟ هذا الذي واحد يقول يهجر واحد وواحد، أنا شجبت لكم؟ جبت لكم العزة والذل؟ شفتوا مني من نصايح؟ أي نبي كنت لكم؟ خير نبي. ألم أجاهد قاعد أنا بالبراد؟ لو معتقل، لو معتقد الرمح ومتقلد السيف أطاعن، لو ألف ضربة بموقف واحد في جسدي، ألا مجاهد بين أظهركم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم تسل الدماء على وجهي ولحيتي؟ ألم أكابد الجد والجهد من جهال قومي؟ بلى يا رسول الله، لقد كنت على البلاء صابرا وعن المنكر ناهيا، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. قال: وأنتم أيضا جزيتم خير. نزل عن المنبر صلى الله عليه وآله، فقال إلى بيت أم سلمة. اجي هذا المنبر، هاي يعني معناه الحجرة، هنا الحجرة جابوه. فدخل، فقالت أم سلمة: يا أسفاه عليك يا رسول الله، أسفا لا تدركه الندامة. قال: يا أم سلمة، عليك سلام في الدنيا مني، وبعد هذا اليوم لا تسمعين صوت محمد. هنا أم سلمة تقول، قال في يومه في مرضه ذلك اليوم: العالم قاعد ادعو لي حبيبي. شوف شلون هناك عمار ناصر وشي، ادعوا لي حبيبي. شوف المناصرة من الرجال، وشوف شلون المراوغة من الرجال، وشوف المناصرة شلون من النساء، وشوف شلون المراوغة من النساء، حتى تعرف النسوان اعداء الدين اعرفهن، واعداء الدين من الرجال اعرفهم. اتوني بحبيبي، الحركة على حكمة والكلمة على حكمة، يقول هجيبوا فلان علي بحبيبي. هاي بعد عندنا هنا على حكاية الملالي ملحوظة. النبي صلى الله عليه وآله لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا بأمر، حتى أن النبي أفاق من غشوته ونظر يمنة ويسرى فلم يرى أحد، فندب عليا والعباس والفضل وقال: كونوا معي في كل الأوقات. علي ما يقدر يوصل إلا بأمر، العباس عمه ما يوصل إلا بأمر، الفضل ما يوصل إلا بأمر. إجتهم رخصة عند رسول الله: لا تفارقوني لأنني أأنس بكم. يقعد العباس عن اليمين والفضل عن الشمال، منا كتر كتر، لكن علي بن أبي طالب يجي، وإذا إجى أدخله النبي معه تحت الثوب. يقول العبارة: الثوب الذي على جلد النبي علي بن أبي طالب بين الثوب وبين الجلد، يعني قدامكم شوفوها. يلا جيبوا دواتوا كتف، ما تجيبون ترى ما بيكم هاي قاع، إذا بيكم واحد يقدر يسر قاع يتفضل. شايف الملعب هنا؟ إذا يتمكن واحد جاسر، يتمكن يخربط، يتمكن يخرب النظام، يتفضل جرب حظك. وإذا علي بن أبي طالب
هالعالم الذي لو يمشي مولانا نزلت عليه صاعقة، لو يتحرك قدم جاحد رسول الله نزلت عليه صاعقة، واحد على اليمين وواحد عن الشمال مع قربهما من رسول الله. لكن بالنسبة لي علي بن أبي طالب أباعد، لا علي بن أبي طالب هنا وحظامه في مسامع رسول الله. زين قل لي علي وين؟ ذولا ما يروحون إلا إلى الحاجة، تصدر الإشارة من رسول الله بعض الشغل، يعني روح يا علي عندنا شغل. الشغل شنهو؟ خلنا أول نكشف حقيقة، نسوي محق. قالت أم سلمة قال علي بحبيبي، فقالت الأم يريد والدي، جيبوا. صدر الأمر، صدرت الإشارة، قام يتخطى رقاب الناس. الآن لا واحد بس بجماعتنا، الآن احنا الذي ما نوصل 400 نفر، واحد منا كله هنا يريد يوصل للمنبر، يبقى أحد لا يرمقه ببصر؟ الكل يشوفه ويباوعه، يباوع طوله وعرضه. شوف هالحكمة شلون يجى يتخطى رقاب الناس. هذا يمتى يتخلل 12,000 ويوصل؟ وصل على باب الحجرة، فطل في وجه النبي. فلما رآه رسول الله أعرض. المقام شنو؟ مقام نصب وعزل، تمييز. هذا واحد خلي كتر توخر. فقال لو كانت له حاجة لأفضى بها إليه. رجع. قالت الأم الثانية حفصة لا أراه يريد إلا والدي. صدرت الإشارة، حياك اجي. يتخطى رقاب الناس، وصل، نظر في وجه رسول الله. فلما رآه رسول بين البقاء في الدنيا أو الجوار إلى ربك، قال يا ملك الموت امهلني حتى ينزل حبيبي جبرائيل واستشعره. يعني ما بيدي امر، انا ما اقدر اقول لك اقبض روحي ولا خلي روحي، الامر بيد الله. ماري اتقدم في امر من الاوامر على ربي. حرج ملك الموت وهو يقول وا محمد، لقيه جبرائيل في الهواء، قال يا ملك الموت اقبضت روح محمد؟ قال لا، ولكن استمهلني حتى تنزل عليه ويستشيرك. قال يا ملك الموت رفقا بروح محمد، اما ترى ابواب الجنة مفتحة لروح محمد؟ اما ترى الحور العين قد تزينا لروح محمد؟ نزل جبرائيل على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وعليك السلام حبيبي جبرائيل، استشاره. قال يا رسول الله الاخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترى، لقاء ربك خير لك. قال رسول الله يا ملك الموت امضي ما امرت به. تقدم ملك الموت لقبض روحه. قال جبرائيل يا ملك الموت رويدا حتى اعرج الى السماء واهبط. قال يا جبرائيل لقد وصلت روح محمد الى مكان لا اقدر على ردها. شيع جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله، وعلي فمه على فمه. واذا بعلي قد انسل من تحت الثوب قائلا عظم الله اجركم في نبيكم، فلقد فارقت روح الدنيا. صرخ المسلمون صرخة واحدة ومحمدا، وابا القاسم مضرب المثل كيوم مات فيه رسول الله. تشوف الرجل الوقر يتمرغ على التراب حزنا، واخر قد انكب على الجدار يبكي بكاء السواكل. وهكذا البكاء من الكبير والصغير، كل محزون كل مصاب برسول الله. قام ابو الحسن سلام الله عليه في جهازه، وضعه على المغتسل، امير المؤمنين يغسله، والفضل بن العباس
قد عصبت عيناه وهو يصب الماء. أمير المؤمنين يغسله والفضل يصب الماء، ورسول الله يتقلب يمنة ويسرى. لما فرغ أمير المؤمنين من غسله قال: يا سيدة النساء، علي بحنوط أبيك. جاءت بالحنوط وهو كافور من الجنة، فاحت منه روائح ملأت بويتات المدينة، لكن نظرت إلى أبيها مسجد. صاح أبا الحسن: بهداي بهداي بهداي، قلب جسم أبو إبراهيم، بهداي قلب جسم أبو إبراهيم بهداي. وانت يا ابن عباس بالهون السب الماي، شخص على المغسل نحلني وذوب حشاي، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي. يلي تغسل والدي، وين العمامة فوق المنابر؟ ما حلا حلو الجهار قبل انت شيلي، خله يتودع اليتامى. بعد ما نرتجي للبيت جي، ويلي تحفرون القبور واسعوا مكانها، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا اجفانها. ولا 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 يعز انشال عنا ولا لفانا. بعد الابو ماريد حد الدنيا الدنيا، ويلي تهيلون السرى دفنوني وياه، اقدر اشوف البيت خالي من محي. قشرة تراه تصير عيشتنا بلي.